وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا السيد الأستاذ الكاتب الصحفي جمال رائف. أستاذ جمال أهلا بحضرتك معنا. حضرتك يا فندم وتحياتي لكل السادة المشاهدين. طبعا تحركات الدولة لتطوير منظومة الصحة في مصر والعديد من الخدمات الأخرى ومن الصحة ننطلق إلى التعليم، كيف أحدثت مصر طفرة في الاهتمام بكافة نواحي الحياة لدى المواطن المصري خلال السنوات العشرة الماضية؟ احنا نتحدث عن جمهورية جديدة محور العمل الأساسي فيها هو بناء الإنسان المصري، ومن هذا المنطلق عملت الدولة المصرية سواء من خلال إيجاد حماية اجتماعية، سواء من خلال تطوير البنية التحتية التي تساهم في تطوير منظومة التعليم والصحة وإيجاد بنية تكنولوجية ورقمنة، ووصولا أيضا فكرة كانت جديدة ومستجدة وأنا دائما أسميها فكرة التدخل السريع فيما يتعلق بالمبادرات الرئاسية أيضا التي ساهمت بشكل كبير جدا في تطوير مبادرة أو في منظومة الصحة بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بفيروس سي وبعض الأمراض يعني الأخرى، وحتى فيما يتعلق بصحة المرأة وصحة الأطفال وغيرها من الأمور. إذا نحن نتحدث عن عمل واستراتيجية شاملة تشمل كافة مناحي الرعاية الشاملة للمواطن، وأعتقد أن الحماية الاجتماعية أو تطوير منظومة الصحة وتطوير منظومة التعليم وتطوير بشكل عام كافة الخدمات المقدمة للمواطن هو أحد أهم أولويات عمل القيادة السياسية المصرية، وبنجد أن القيادة السياسية في الحقيقة بتولي اهتمام كبير جدا مش بس فكرة توفير الخدمة، ولكن فكرة أن هذه الخدمة تكون ذات جودة عالية. ما نتحدث عنه الآن ليس فقط فكرة توفير الخدمات، ولكن أن تقدم هذه الخدمات بشكل حديث وبشكل تكنولوجي وبشكل أيضا به يعني جودة عالية تتيح للمواطن الاستفادة القصوى من هذه الخدمات، وبالتالي نجد تطوير مستمر في منظومة الرعاية الصحية. على سبيل المثال الآن نتحدث طبعا عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد بالفعل شملت عدد من المحافظات وجاري العمل عليها أيضا فيما يتعلق أيضا بالصحة، يعني مبادرة حياة كريمة في الحقيقة كانت إضافة قوية جدا لعمل الدولة في هذا الإطار، وبنرى كيف أن هذه المبادرة في الحقيقة ساهمت في تطوير الكثير من المستشفيات في القرى والنجوع المصرية، وأيضا حتى في على صعيد المراكز الصحية، وأيضا كما تحدثنا على صعيد المبادرات الصحية وغيرها من مسارات عمل في هذا الإطار. أيضا التعليم، أعتقد أن التعليم في الفترة الأخيرة شهد نقلة نوعية خاصة فيما يتعلق بتطوير التعليم الأساسي وانتقال الآن إلى مراحل جديدة في العمل في هذه المنظومة، ونحن نتحدث أيضا عن تطوير الكوادر التعليمية، وهذا جديد في فكرة تطوير التعليم. كنا في الماضي نتحدث فقط عن الإنشاءات، نتحدث فقط عن يعني المدارس والأمور الإنشائية، ولكن الآن الدولة تتحدث عن تطوير العنصر البشري المقدم للخدمة التعليمية، ونرى كيف أن حتى الآن هناك تدريب وتأهيل للمعلمين الجدد الذين سوف يتولون المسؤولية فيما يتعلق بالتدريس في المدارس المصرية، وبالتالي هذا أمر مهم للغاية. أيضا تطوير التعليم الفني، تطوير التعليم الأساسي، إكلاب أيضا تجارب في التعليم زي ما رأينا مثلا ما يتعلق يعني التجربة اليابانية، والتعليم الآن في المدارس اليابانية بيشهد يعني طفرة كبيرة جدا. أيضا نقل التجربة في التعليم الفني من ألمانيا أيضا هذا أمر أيضا بالغ الأهمية، وبالتالي نحن نتحدث عن مسارات عمل كثيرة. أعتقد أن المواطن الآن أصبح يتلمس نتائجها على أرض الواقع في الكثير من الخدمات على صعيد الصحة والتعليم بشكل خاص وفي كافة الخدمات بشكل عام. نعم، شكر الجزيل لحضرتك الكاتب الصحفي جمال رائف متحدثا هاتفيا لإكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك.